والله انا اسمي فلانة وعندي 22 سنة وبقالي 3 سنين متجوزة. اتجوزت جواز صالونات اسمه جواز ماسونات. مامته شافتني وبعدها تقدمولي وبابا وافق واتخطبنا بسرعة. انا احب السرعة دي، مفيش وقت. بس هعرفك انا واشوف طباعك وتشوف طباعي ونشوف قيمنا زي بعض ولا لا، ونشوف ارائنا في الحياة زي بعض ولا لا. نيفر ايفر. انا عايزة اتجوز بسرعة عشان طلق بسرعة. اتجوزنا بعدها بكام شهر، هو ما شافنيش ولا مرة قبل الجواز ولا حتى اتكلمنا. بس بعد الجواز حبينا بعض جدا وتفاهمنا وكنا مبسوطين جدا مع بعض، وكنت كل يوم بشوف في عيون جوزي حبه ليا. قصة مشرقة مشرقة. شخصيته حلوة وكانت الناس كلها تحلف بأخلاقه. اه يا اخلاقه. اه واحدة كانت الناس اكبر منه في السن وبيستشيره. حاجة حلوة خالص. كان بيصالح بين الناس وكانت ليه سمعته وكانت الناس بتحسدني عليه. حتى انا ساعات كنت بحسد نفسي عليه، ده انا هرشقك عيني. بس مش هعمل كده قبل ما كان بقيت القصة عشان حاسة ان فيه تحت. صح؟ فيه تحت؟ فيه تحت. كنا مبسوطين ومتفاهمين لدرجة اننا حتى عمرنا ما اتخانقنا. كنت عايشة حياة احسن من المسلسلات والافلام بجد بجد. انا ابتديت اتوتر واتوغوش وبيعمل دد دد عشان حاسة ان فيه تحت حاجة عتاقي كده. وكمان يعني يديني كمان مش شعر بيت يا بت. جوزي كانت حالته المادية كويسة والحمد لله، عمره ما فكر يضايقني بحاجة وكل حاجة بعوزها كانت بتجيلي قبل ما اطلبها. انا لسه ما لزقناش بالخلفة وانا وجوزي كنا راضيين الحمد لله، وعصفورين كناريا عصفورين كناريا. وحتى لما الناس كانت بتقول له اتجوز تاني وكده كان يقول لو ربنا كاتب لي اخلف مش هخلف الا منها، ولو ربنا ما كاتب ليش يبقى خلاص انا راضي. انت مش راضي، انت راجل جامد. هل الجمدانك ده هيستمر؟ سؤال عم تستفهم. عمري في يوم من ساعة ما اتجوزنا ممسكت عليه غلطة. غلطة الشاطر يا بنت بقلب. انت باتني خواطر دلوقتي ان الراجل اللي ما بيغلطش ده بتبقى غلطته بتوجع قوي. يبقى فين يوجعك؟ دي انا مش متعودة منك على كده. انت مش راجل غلط وراجل هلاس وراجل بتضايق وراجل مستفز. ما تيجي تعمل اي سلوك كده الموضوع هيبقى جارح قوي قوي بالنسبة. مش حاسة ان دي ميزة. ده فخ دي مش ميزة. انا نظرتي سوداوية مش عارفة. ساعة برضو ما اتجوزنا عمري ما مسكت عليه حاجة غلط، وحتى ما كناش عاملين باسوردات لموبايلاتنا وكنت باخد موبايله في اي وقت، وهو برضو ساعات بيعمل شغله بيحتاج تليفونين وكان بياخد تليفون. الله الله الله، شكلي هرشقك فعلا عين بجد وحقيقي. لحد ما في يوم ايوه اديني فيصل كده، اديني كوع يلفني. تفضل ماشي يا حلو ماشي يا حلو لحد ما في يوم نيجي عند ما في يوم دي اي حاجة ما تلطلش شمس كده. لحد ما في يوم جوزي راح لشغله الصبح ورجع الظهر، عمره ما رجع في التوقيت ده. دي حاجة تقلق. ده كان جاي متعصب جدا ورزع الباب، واول ما دخل نزل فيا ضرب. شوفي الثلاث سنين اللي عشتهم وز وز هيطلعوا عليك بط بط. بعد ما نزل فيا كده شتمني بقى. انا ما كنتش فاهمه انا عملت ايه وايه اللي حصل خلاه يعمل كده. انهارت وفضلت اعيط واقول له فهمني. بيقول لي انت مش عارفه نفسك عملت ايه، انا مصدوم فيكي، وامطرتني. شوف انا كنت حاسه ان انت مرقد على حاجه. الشارك شمك لك شرب تشانس، مش عايز اشوفك تاني وهطلقك. رحت لاهلي وانا منهاره ومش فاهمه حاجه. بابا وماما فضلوا يسالوني ايه اللي حصل، هو ضربك ليه؟ قلت لهم انا مش عارف. بابا اتعصب وفضل يرن عليه، تليفونه مقفول. جدع يا جدع، دي حاجه تخنق. عندك حاجه قولها وخلصنا، ما تقعدش تعمل كده. بعيدا عن الهزار، بحس ان الموضوع فيه بالنسبه لي انا يعني كمرامير، ويعني بحس ان هو فيه خذلان وفيه زي ما بيقولوا ايه، ممكن نقول الم. الشخص يبقى عنده حاجه ومش بيصرحني بيها على طول، ويفضل يخليني انا في حيره طحن التفكير وسهر وتعب لمجرد ان انا مش عارفه انت فيك ايه. بحس ان دي بتكون كفيله ان هي تقطع جزء كبير من الغلاوه لما ما تجيش بمنتهى الوضوح وصراحه ونضوج تقولي انا غلطي ايه او فين. انا كنت وانت بتضربها هحكي لها، قول لها ايه اللي حصل، ازاي تعملي كده وازاي تعملي كده، عرفنا وعرفها. انا متضايقه منك. انا حاولت اكلمه كتير افهم منه وببعت له رسائل وما بيردش. بابا راح لاهله ما يعرفوش عنه حاجه. فضلنا على الحال ده يومين، كنت هتجنن عشان افهم فيه ايه. والله بنتي سبحان من الهامك الصبر، انا لو مكانك كان جرالي حاجه. بعد يومين بقى بابا عارف يوصل له وراح عشان يتكلم معاه. كنا مستنيين بابا يجي عشان يفهمنا. قام جه متضايق، ايه يا حاج بالله عليك بالراحه، بلاش دار بنتفاهم، قول بس ايه اللي حصل بقى كده احكي لك بالراحه. الحاج اتهور، دخل عليا الاوضه وضربني. انا مش عارف انتوا كلكم مش غير كده. بابا عمره ما مد ايده عليا. ماما بتساله في ايه وايه اللي حصل، حكي لها بقى. صوت الصدمه، قال لها ان في رقم غريب كلم جوزي وبعت له شتات فيك بيقول له خلي مراتك تبعد عني، بقى لها فتره بتكلمني وبتقولي انا هتطلق من جوزي وتتجوزني، لو مش مصدقني ده رقم تليفونها ودي صورها. بعت لجوزي صور ليا
فعلا بلبس نوم ولبس قصير، فعلا صوري، لكن والله ما بعتها لحد، وكانت على موبايلي انا بس. فضلت احلف لبابا اني ما عملتش كده، بس بابا كان زعلان قوي لدرجه ان انا انهارت واغمى عليا ودخلوني المستشفى بسبب الزعل. عملت عمليه في قلبي وكنت هروح فيها، بس طلع الرقم اللي بعت لجوزي طول الفتره دي كان مقفول، وجوزي كان بيحاول يوصل له ومش عارف. وبعد ما خرجت من المستشفى وجوزي كلم بابا يعتذر له، بقول له حقكوا عليا، انا اسف انا ظلمتها. والله شبابكن شبابكن. واللي كان عامل الموضوع ده كله اخت جوزي، معرفش هي عملت كده ليه. بجد هي وحماتي كانوا ساعات بيزورونا في الشقه وانا كنت بسيب موبايلي عادي، اكيد اخدت الصور من تليفوني. او انت مش عامله كمان باسورد؟ طب ما شاء الله. عملت كل ده وجوزي دلوقتي عايز يرجعني وانا مش موافقه وطالبه الطلاق. بقالي شهرين عند اهلي وهو عمل المستحيل عشان ارجع له. انا لسه بحبه بس صعبان عليا نفسي، وانا كنت هروح فيها من ورا اخته. اهلي عايزيني ارجع له، بيقولوا لي انه لسه بيحبك وشريكي. انا من جوايا في حاجه بتقولي ما ترجعيش لواحد اتهمني في شرفي وشك في اخلاقي ومد ايده عليا. انا بحبك قوي ومستنيه اشوف رايك وراي السكاكر في الكومنتات. لما كانت في الاول قصص سعيده، بس انا والله بنت ما بطمن، قلبي بيبقى حاسس ان بعد الله وحلاوه وبقلاوه ان في تحت فيه كده زي ما قلت لك ايه، شيله تقيله. فانا كنت عارفه ان كان هيبقى في حاجه في الاخر، فقعدت كده بعد ما القصه ما خلصت شويه عماله افكر اقول لك ايه، ترجعي ولا اقول لك ما ترجعيش. انا ما ينفعش اقول لك كده اصلا. انت بعد ما ابتسامي قلت انك انت بقالك 3 سنين عايشه معايا ما شفتيش منه حاجه وحشه، كويس وعشرته طيبه، يكون الشيطان اتملك منه وكان عصبي قوي في الوقت دوت، ما قدرش يحكم عقله ولا يحكم الحكمه اللي عنده اللي بتخلي الناس تيجي تستشيره. اجورك الله لما يبقى الشيطان متملك من الانسان وعمال يغذي خيالاته ويغذي افكاره، وخصوصا لما يبقى فيه دلائل على الامر ده، واخته كانت ظبطها. فزي ما بتلوميني زي ما تديله برضه عذره، يعني مش عارفه شويه. مفيش مبرر ابدا ان راجل يمد ايده على ست حتى لو شاف خيانه واضحه. مش عاجبك يا حبيبي فارق، خلاص انت مش مناسبه ليا، ربنا ينتقم منك بقى وياخد لي حقي منك، بس انا ما مدش ايدي، انا همشي. شوف ان الراجل المحترم المتدين هو اللي بيعمل كده، ممكن تكون زله منه، بس استخيري وخلي ربنا كده هو اللي ينور لك بصيرتك وطريقك، واللي هتحسيه هو اللي اعمليه. وتقدري تشوفي رأي السكاكر في الكومنتات، وربنا يصلح لك حالك يا رب، وألف سلام عليكي.